مغزلات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الكب كيك اللي كيجي هنايا في هذا المول، هذا هكا في هذا الكويطات، وكنديروهم هنا. المقادير ديالو جد بساط، يعني لنا نص كاس ديال زيت نباتيه، كاس كل ربع ديال السكر سميده، وعندنا ثلاثة ديال البيضات، وهذا شيكولا بتيت شيكولا صغيرة باش غادي نزينو الكيك ديالنا، والكاكاو المر، جوج خميرات حمر ديال الحلوى، أنا عندي وحدة فيها 15 غرام، وهنا عندي جوج ديال فالي هما، والدقيق كيبقى على حسب الخليط، غادي نستعملو 15 معلقة، ولكن حنا كنصايبو حنا كنشوفو. غير هاد كاب كيك كيجي شويه الخليط ديالو غادي يكون شويه ثقيل، ماشي بحال الكيك اللي كنصايبو دائما في المول اللي كيكون مدور. بسم الله غادي نبداو نصايبو. غادي نبداو بالبيض هو الاول، كنهرسو هنايا ثلاثه د البيضات، البيض كنجبدوه كيكون بحراره الغرفه، يعني ما كيكونش ما كنديروش من الثلاجه ديريكت باش ما كيخسرش لينا الخميره، كيخلي الخميره تفاعل. وغادي نزيد عليها بالكاس ربع ديال السكر سنيده، وغادي نخلط البيض مع السكر، كنخلطوه مزيان. حتى كيتبدل ليه اللون ديال البيض، كيبقاش صفر. وكنزيدو عليه هاد نص كاس ديال الزيت، وحنايا كنخلطو. كنخلطو واحد شويه بهاد الطراب تيتبدل ليه اللون، لي ما عندوش الطراب بيخلط غير بالطراب اليدوي. عندي هنايا جوج معالق كبار ديال الكاكاو اللي غادي نضيفهم على هذا الخليط، وغادي نبقاو كنخلطوه حتى كيتخلط لينا الكاكاو مزيان، عاد نبداو كنزيدو في الدقيق. كما قلت لكم عندي هنا 15 معلقه، انا عبرها بهاد المعلقه هادي غنبداو. بسم الله، ها واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. غادي نخلطهم الاول مع هاد الكاكاو وانا كنزيد، حتى غادي نعطينا واحد الخليط يكون ثقيل شويه كيف ما تكون في الاول، ما يكونش بحال الكيك اللي كنصايبو خفيف. هاد الكب كيك كيبغي الخليط يكون شويه ثقيل. هانتوما الخليط ديالنا راه مازال خفيف، ضف لينا الفيديو كنا كنصورو الحليب، نص كاس ديال الحليب، هاد الكاس هذا كنديرو نص كاس، كنزيدو هاد السكر الفاني، أنا خليتو حتى لدابا مدرتوش في الأول، وبلا درنا ستة ديال المعالق ديال الدقيق، ودابا غادي نزيدو ها سبعة، ثمانية، تسعود، عشرة، وغادي نشوفو الخليط ديالنا كيفاش غادي يكون. كنخلطو مزيان هاد الدقيق المطلوق، غادي ندير دابا الخميرة د الحلوى، وخا كتشوفوها راه غي وحدة راه فيها 15 غرام، يعني راه فيها زوج، كنديروها هنايا، وغادي نزيدو معاها الدقيق، كنا درنا عشرة، هذا 11، 12، 13، وغادي نشوفو، يعني غنحركو ها 13 معلقة، يعني باقي خاصو واحد شوية،
الا دخلينا الخليط ديال كاب كيك، الا خلينا شويه مطلوق بحال كما كنصايبوا به الكيكه، غادي يفيض لينا على الحجم ديال هاد الكويرباس. اذا غادي نديرو شويه ثقيل، قلنا 13 هذه 14 وغادي نكملو 15، هذه هي 15 هكا. غادي نخلطو هاد الدقيق اللي زدنا دابا، هاد جيب الحلواني ولا كل واحد اش كيقول لي، اولا اللي ما عندوش يصايب غير بميكا بلاستيكه يصايبها بحال هكا، ومن بعد ما يعمر فيها يقطعها واحد شويه ويدير بها يعمر بها هنا في هاد الليمون. انا صايبت هذا وغادي نعمر فيه، يعني راه الطريقه سهله. كنبقاو كنعمرو حتى كنعمرو النيت، ماشي غير غادي نعمرو شويه لحقاش غادي نخدمو به كيف ما كنقولو، غنديرو خدمه وحده مغاديش نديرو جوج خدمات. بحال هكا كنعمرو مزيان حتى الكسر عندي كبير، غادي يهز تقريبا النص ديال هاد الكويرطات. عاوتاني كنمشيو لاخرى، وحنايا غادي مع حتى غادي نكملوه نص ديال الكاريت كنعمرو فيه. ما غاديش ندوزو النص باش ما يفيدش لينا العجين، من تبقى تطلع لينا هاد الكاب كيك ما تفيدش لينا على القالب. من بعد ما عمرتهم هنا في كلهم هنايا، دابا غادي نزينهم بهاد بتيت شيكولا بحال هكا، اللي بغى يزين بها او لا يدير اللوز ايفيلي، كل واحد وشنو كيبغي، ولا الكاوكاو مهرمش اللوز مهرمش. انا غادي نزين بهاد الشيكولا هذا، بغيتهم يجيو شيكولا كاملين. كنديروا هاد الحبات من الفوق، غير هاد بتيت شيكولا حاولوا تشريو بتيت شيكولا اللي تكون زوينه، ما تشريوش هذيك اللي غير يعني دغيا كتذوب وما كتخليش ديك النسمه ديالها، لان هادي بحال بغيتو تقولوا بتيت شيكولا مره ماشي حلوه. فاش كطيب كتعطي المذاق ديالها في الكيك، لان حنا الكيك اصلا درناه شيكولا. وهكا كنزينو بها، حتى الوليدات الصغار كتعجبهم ياكلوها بهاد الشيكولا هكا. حنايا كملنا، انا مسخنه الفران على درجه الحراره 180، دولو من الفوق ومن التحت حتى كي نشوفوه يعني تغير الطلع، وبحال تجمع بدات العجينه كطيب كنطفيو من الفوق وكنخليوه غير من التحت من 180 نقصو ل 160 وغنخليوه يطيب على خاطرو. هذه هي الطريقه. دابا انا غادي نديرهم في الفران باش يطيبوا، وغادي نوريلكم الطاب. انا دايره 180 وشاعله من الفوق ومن التحت هنايا، ودايره الشبكه في الوسط في الطبقه الثانيه، وغادي نحطهم هنا وغادي نخليهم حتى كنشوف العجينه تجمعات وبدات كطيب، وغادي نطفي من الفوق وغادي نخلي غير من التحت باش طيب. وحنايا كنلاحظ نشوفو لهم من هنا من بعد 20 دقيقه راه كيكونوا طايبين ونتلاقاو ان شاء الله. دابا هاد الكاب كيك وجد كيف ما كتشوفوا كيجي ما شاء الله، كيجي غزال. هانتوما كياخد طياب لون واحد، ولداخل ما نقولش لكم كيفاش كيجي هشيش، غادي نفتح وحده معاكم باش تشوفوا كي كيجي داير. كنحيدوا لها هذا الكاغيط، هانتوما كيفاش كتجي دايره من الداخل، والهشة ما شاء الله اسفنجي. وغادي نفتحوها بحال هكا، هانتوما غنقرب لكم الكام باش تشوفوا مزيان. ما شاء الله كي كتجي دايره من الداخل زوينه وهشيشه. وغادي نبدا نصايبها في هاد، نحطو هنا في هاد الطبسيل بحال هكا، وكل واحد يحط باللي متوفر عندو. تبارك الله راه كيجي زوين وكيعطي واحد الكميه وفيره. انا راني عمرت هادو هنايا 12 بهذاك المقدار اللي درنا، وباقيين عندي 4 عاد في الفران كيطيبو، يعني راه كيعطي واحد الكميه وفيره اللي بغى يصايبو.
تحطوها في الفطور، تحطوها في كاسكروت، الوليدات الصغار يديوها للمدرسة هكا. هذا هو الشكل ديالو، كنقرب لكم الكام يعني باش تشوفوا عن قرب، كيجي هشيش اسفنجي. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال الكب كيك. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، واذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تكثروا لينا في اللايكات اللايكات اللايكات، وتبارطاجيو الفيديو باش دائما تعم الفائده عند الجميع. وخليت لكم رحمه الله، وحتى الفيديو الجاي ان شاء الله.